بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حياكم الله طلبتنا الأعزاء في أول لقاء من مساق Critical Care Nursing أو تمريض الرعاية الحثيثة. نتمنى السلام للجميع في هذه الجائحة، جائحة كورونا، وإن شاء الله في هذا المساق سنتناول عدة موضوعات مجدولة حسب فهرس الكتاب. سيكون إن شاء الله التعليم إلكترونياً على هذا المساق بواقع محاضرتين إلى 3 محاضرات أسبوعياً، لأنه حيكون إن شاء الله فترة التدريب الصيفي أو فترة الدراسة في الفصل الصيفي مضغوطة، فبنحاول قدر المستطاع نوصل أكبر كم من المعلومات في هذا المساق، خاصة أنه مساق مهم جداً لطلبة البكالوريوس التمريض العام. فنبدأ على بركة الله في أول محاضرة من محاضراتنا، اللي هو Introduction to the ICU أو Introduction to the Critical Care Nursing. وطبعاً أنا في كل نهاية محاضرة بيكون آخر شريحة موجودة فيها شكر لكم على استماعكم للمحاضرة، زائد شو المحاضرة القادمة هتكون هنشوف اليوم. تمام، نبدأ اللي هو Sharing للمحاضرة حتى على بركة الله كل أمور واضحة. أول شيء اللي هو Critical Care Nursing كمساق بهم طلبة البكالوريوس بشكل عام، من المساقات المهمة جدا والحساسة، واللي بتبين معدل الطالب قديش هو حصل حصيلة علمية أثناء دراسته. وخاصة هذا المساق يعني لما بينزل الطالب سنة أولى وسنة ثانية، لا، بينزل الطالب على الأقل يكون درس سنة 3 سنوات في البكالوريوس، فبكون الطالب مهيئ عقليا وفكريا وحتى معنويا لدراسة هذا المساق. يعني احنا نعتبره بمثابة تراكمي لكل المساقات السابقة، لانه حنشوف الان شو المحتوى او الكونتنت تبعته بشكل كويس. فالطالب تبعنا بيدرس اساسيات تمريض، وبيدرس تشريح، وبيدرس اخلاقيات المهنة، وبيدرس مصطلحات طبية، وبعديها بيدخل على صحة البالغين 1 وصحة البالغين 2، فبتواجه قدامه كريتيكال كير نيرسينج. يعني بعد انت ما درست الشغلات الميديكال والسيرجيكال في كل برانج هذا النيرسينج، الان بتاخذك الصفوة من هذا الموضوع كله اللي هي الكريتيكال كير نيرسينج، اللي انت فعلا بعد ما اجهدت نفسك في الشغلات اللي مش بحاجه الى كثير عصف ذهني، لا، الان الكريتيكال كير نيرسينج بحاجه الى شخص يكون قادر على اداره الازمه اللي هو فيها. فعلا الكريتيكال كير نيرسينج بكون الشخص اثناء عمله داخل ازمه حقيقيه. فخلينا نتعرف على شو الكريتيكال كير نيرسينج كمصطلحات. الان اول شيء في الانترودكشن، قصير الانترودكشن، حتكون 5 سلايدات مش كثير، لكن المحاضرة الثانية حنتكلم فيها على إسهاب أكثر. Critical Care Nursing is specially within nursing أو specialty within nursing، يعني تخصص branch من nursing. إحنا بنقول والله بندرس General Nursing تمريض عام، لكن اليوم في تخصص اسمه Critical Care Nursing، أحد الـ branches of nursing، تخصص فريد بنوعه يتعامل مع الحالات الحرجة، الحالات الطارئة، الحالات الخاصة اللي بدها شوية اهتمام أكثر من الجنرال نيرسينج. That deal specialty within or with the human response to the life threatening problems. شخص عنده life threatening problem يهدد حياته بالخطر، لابد أن يكون في تدخل بشكل عاجل وبشكل طارئ وبشكل حكيم من شخص يمتلك الاكسبيرينس ويمتلك السكيلز اللي تؤهله انه يكون كريتيكال كير نيرس. طيب مين هو الكريتيكال كير نيرس؟ هو قلنا قبل شوي بروفيشنال نيرس، من الاصل هو اصلا بروفيشنال ريجسترد نيرس، شخص ممرض كان في الاصل عادي، يعني تخرج من الجامعات جنرال نيرسينج بكالوريوس، لكن اشتغل على نفسه اما بالاكسبيرينس داخل اقسام الكريتيكال كير، وحنتعرف مين هي اقسام الكريتيكال كير، او بالدورات اللي هي بحاجه الى رعايه حثيثه، او بملامسه او احتكاك مع الناس اصحاب الخبره، فاصبح عنده ملكه كبيره من المعلومات، واصبح عنده ثروه من السكيلز والمهارات الموجوده اكسبته لقب كريتيكال كير نيرسينج. واليوم في الجامعات في تخصصات في ماجستير ودكتوراه ان كريتيكال كير نيرسينج. يبقى حيطلع معي كريتيكال كير نيرس از بروفيشنال نيرس هو از ريسبونسبل فور انشورينج ذات اكيوتلي اند كريتيكالي ال بيشنت اند ذير فاميلي ريسيفينج اوبتيمال كير. الشخص اللي عنده حاله حرجه او حاله طارئه هو وعائلته مسؤوليه كريتيكال كير نيرس. تمام، حيتلقى اوبتيمال كير، اوبتيمال كير من جميع النواحي، بايو سايكو سوشيال سبيريتشوال سبورت. تمام، الكريتيكال ال بيشنت
مش كل واحد حيجيني على المستشفى يعتبر كريتيكال ال بيشنت. اي واحد يحدث معاه كريتيكال او لايف ثريتنينج كونديشن يعتبر كريتيكال ال بيشنت. اليوم يا جماعه احنا ماخذين انطباع خاطئ عن الكريتيكال كير اريا انه اي واحد هوبليس كيس او اي واحد بده يموت يبقى هو كريتيكال كيس. لا، الكريتيكال كيسز هي الحالات اللي بحاجه الى لايف سيفنج كونديشن لانه عنده لايف ثريتنينج كونديشن والسرفايفل ريت عنده عالي. حندخل في ايثيكال دايليما ومشاكلها خليها لقدام شوي، لكن احنا ان جنرال حنتكلم عن انه اي شخص عنده ريسك للايف ثريتنينج كونديشن يهدد حياته فهو عباره عن كريتيكال ال بيشنت. ماشي؟ موست كريتيكال ال بيشنت او كريتيكال ال كونديشنز بتكون سيريس، مشان هيك بحاجه الى رابد انترفينشن. طيب وين الاماكن اللي ممكن نشتغل فيها الكريتيكال كريتيكال كير نيرسز؟ يعني احنا بنسمع كريتيكال كير نيرسز بس يعني بنفكرها اي سي يو، لا، كريتيكال ال كيرسز او بيشنتس حيتواجدوا في اكثر من مكان. حنشوف الاماكن اللي ممكن يتواجدوا فيها الكريتيكال ال بيشنتس، حنشوفهم في الانتنسيف كير بشكل عام وكل انواع الانتنسيف كير، ابداها من النيونيت، بيدياتريك، ادلت، بيرن، كل الاماكن اللي فيها كريتيكال كير حتلاقي فيها انتنسيف كير. بيدياتريك اي سي يو، يونت الاي سي يو، كاردياك كير يونت اللي هي سي سي يو، كاردياك ثريشن لاب. طبعا يا جماعه لا يقتصر المسمى تاع الكريتيكال كير نيرسز على المكان، يقتصر على طبيعه اللايف ثريتنينج كونديشن. اينما وجد اللايف ثريتنينج كونديشن يجري مجراها على طول الكريتيكال كير نيرسز. يعني انا تواجدي لا يقتصر بالمكان، يقتصر بالسيتويشن. يعني ممكن اكون في مطار انا مثلا، ممكن اكون انا متواجد في مطار وكريتيكال كير نيرس وصار موقف قدامي لايف ثريتنينج كونديشن، الان هذا دوري، هذا مكاني، هو مطار مش مستشفى ولا شيء. ممكن انا اكون في سوبر ماركت. يعني موضوع السي بي ار وموضوع البي ال اس والاس ال اس اللي نسمع فيهم مقرونين بمكان؟ يعني لازم اكون في الامرجنسي عشان اشتغل بي ال اس والاس ال اس؟ طبعا لا، ممكن في اي مكان انا اشتغل بي ال اس، واحد في الشارع كما قدامي. الان السيتويشن هو اللي بيحدد علي هل انا كريتيكال كير نيرس ولا اشتغل جنرال نيرس. عشان هيك حتلاحظ كمان شويه في الاماكن، حتلاقي في اماكن في الشارع، حتلاقي في اماكن في الهوم، حتلاقي في مكان في السوسايتي. حنشوف، خلينا نكمل. امرجنسي ديبارتمنت اند ريكفري روم، واحد نايم في قسم العمليات، عملوا العمليه طلع في البوست انستيك كير يونت او ريكفري روم وصار في عنده لايف ثريتنينج كونديشن، دوري هنصار يبقى مكاني او احتياجي حسب السيتويشن مش حسب المكان. وزياده على هيك جنجلي، يعني اضافه على ذلك، الكريتيكال كير نيرس وورك ان هوم، في البيت. وانا قاعد في البيت، واحد من اخواني صار عنده سفوكيشن، صار في عنده الريست، صار عنده اي سيفير هايبوغليسيميا، هذا مش كريتيكال كير كونديشن؟ حنحتاج تدخل منه. نيرسينج سكول، اوت بيشنت سيرجري سنترز اند كلينيك، كل الاماكن هذه بحاجه الى كريتيكال كير نيرس، عشان العمل تبعه واسع جدا. لكن مش كل واحد ممكن يكون كريتيكال كير نيرس الا بعد اخذ اكسبيرينس زي ما حكينا، كورسز، نولج، براكتس، حتى ممكن يكون مؤهل الى حدوث كريتيكال كير نيرس. طيب ننقل لموضوع سريعا هيك اللي هو الادمشن بروتوكول ان كريتيكال كير اريا. احنا قلنا لازم يكون في عندي لايف ثريتنينج كونديشن. الان انا بتكلم عن البروتوكول في الاماكن هذه. يعني لو انا شغال في قسم الامرجنسي، لو انا شغال في اليونت الاي سي يو، شغال في قسم السي سي يو، الاقسام اللي ذكرناها قبل شويه اللي تحتوي على كريتيكال كير بيشنتس، ايش البروتوكول تاع الادمشن؟ يعني اي واحد ممكن يجيني على الطوارئ، ممكن يجيني على الاي سي يو، ممكن يجيني على قسم الريكفري روم اعتبره كريتيكال كير، هو بالبديهه يفترض ليش؟ لانه اللي بعث لي على القسم اشتغل على بروتوكول الادمشن، فبالتالي وصلني. لكن خلينا نشوف احنا مين هم الناس اللي يفترض يكونوا متواجدين. اللي قدامكم في القائمه مش حصريا، مش حصري، لكن هذول اكزامبل عشان انا استانس فيهم في يوم من الايام لو مرت علي حال اعرف شو الكرايتيريا تبعتها. ان ذا اي سي يو جاب لي مثال قصير جدا على الكريتيكال كير. يا جماعه بدناش نضيق واسع ونقول الكريتيكال كير اريا هي الاي سي يو، لا. الكريتيكال كير اريا هي اي سي يو وسي سي يو وامرجنسي وبيدياتريك بانواع كثير. لاي مكان يحتاج الى لايف سيفنج كونديشنز هو كريتيكال كير.
اي مكان في لايف ثريتنينج كونديشن ويحتاج الى لايف سيفنج هو كريتيكال كير. اكثر من كان غير واضح. من هم الناس بشكل عام؟ بيشنت وذ ريسبيرتوري فيلر. حنشوف ريسبيرتوري فيلر في المستشفيات كثير. كل ريسبيرتوري فيلر حيحتاج لا في كريتيريا له. لكن ان جنرال ريسبيرتوري فيلر بيدخل اي سي يو. بوست سكسسفول سي بي ار، اشتغلنا سي بي ار مع واحد وعدى الحمد لله، صار عنده لوسك اللي هي ريتيرن اوف سبونتينوس سيركيليشن ودخل مستشفى. كان في الطوارئ اشتغلت مع سي بي ار وصار مرحله الروسك. انا لما اقول روسك بالعاميه يعني اشتغل القلب. خلاص نستخدم مصطلح هذا، خلاص روسك ريتيرن اوف سبونتينوس سيركيليشن روسك. تمام. بوست نيورو سيرجري، واحد عمل كان في عنده هيماتوما، كان في عنده بيسكال فراكشر، كان عنده اي شغله في البرين هيموريج، دخل وصاب ديورال ابيديورال، دخل عمليات، انشغل عمليه جراحيه في البرين، لازم يدخل اي سي يو. لازم، هذا عباره عن كريتيكال كير كيسز. فلويد الكترولايت امبالانس ان جنرال وسبيشال البوتاسيوم، دي اي سي، نيموثوركس، هيموثوركس، شوك، تشيست تروما، بويزنينج، بوست ميجور سيرجري، كوما وذ ان نون كوز اند اكيوت رينال فيلر. هذا ان جنرال الكومون كيسز من جينا. في عندنا حالات كثير موجود غيرهم، لكن ان جنرال هي اللي موجود. فان شاء الله رب العالمين حنتفصل فيهم واحد واحد خلال كل واحد في الشابتر اللي هي موجوده فيه. من اكثر المانيفستيشنز اللي بنلاحظها في قسم العنايه المركزه قسم الكريتيكال كيسز اللي هي البين. البين علشان هيك في عندي من ضمن البرانشز بتاعت الفارماكولوجي وفي الكريتيكال كيسز حاجه اسمها سيديشن اند مصر ريلاكسنت. Sedation and muscle relaxant. وفي عندي بجانبها شابتر ثاني لحاله analgesic من ناحيه narcotic analgesic و non-narcotic analgesic. يبقى من اشهر الاعراض والساينز والسيمبتومز اللي بنلاحظها داخل الاي سي يو اللي هي البين. فبحاجه الى بين مانجمنت. لكن قبل ما ابدا بين مانجمنت، هو اي الم ممكن الاحظه عيان في الاي سي يو بحاجه الى pharmacological intervention عشان اقول اه ولا لا، لازم اخضع اي بين في الدنيا. كان في الكريتيكال كيسز ولا حتى كان في الميديكال والسيرجيكال كيسز، لازم اخضع للكريتيريا بتاعت اللي هي او بي كيو ار اس تي. او بي كيو ار اس تي كانوا زمان بيقولوا بي كيو ار اس تي، اليوم حطوا قبلها الاو. فخلينا نشوف نتعرف عليهم في عجاله، لانه حنتناولها بتفاصيل اكثر في كل شابتر من الشباتر. الان لابد ان نقيم البين. اقيم اول حاجه الاونست اوف بين اتاك، متى بدا الالم؟ بهمني البي precipitating and palliating، حتى ناس يسموها provocative and palliative. يعني شو الشغلات اللي فوقت الالم، يعني بتزود الالم. واحد بيقول لك مثلا الالم بيزيد مع الاكسرسايز، this is precipitating. طب الالم بخف مع الريست، this is palliating factors. تمام. فلازم اسال انا او palliating factor، خليني اسال اشوف شو العوامل اللي بتزود شو العوامل اللي بتخفف. عيان الازماتيك بيقول لك مع الدست والغبار والكراود اريا وكذا بيزيد، لكن مع الجود روم فنتيليشن بخف. الكيو الكواليتي اوف بين، اوصف لي الالم بالضبط. ممكن واحد يجي يقول لك والله الالم بلاط على صدري، حاسه هيفنس يعني. واحد يقول لك حاسه سكاكين ستابنج، واحد ثاني يقول لك ضل، حاسه كتمه كانه شيء مكتوم جوا الصدر. واحد رابع يجي يقول لك بيرنينج، حاس حرقان جوا كانه ميت نار. سكويزنج، شيء بمزع في صدري. بريشر، مضغوط. هيفنس، كتمه. تمام؟ وهكذا. هو كل عيان حيوصف الالم على طبيعته، والالم بيكون اورينتد لكل المتغيرات الموجوده. الار ريجن اند راديشن، وين مكان الالم؟ يعني دول ابدومينال بين، وين ابدومينال؟ ابدومين في عندك 9 ابدومينال ريجن، وين في الابدومين؟ عندك 9 الموجودين، رايت هايبوكوندري، ليفت هايبوكوندري، الايبوجاستري، امبلايكن مع رايت لمبر وليفت لمبر، رايت ايلك، ليفت ايلك، هايبوجاستري، وين المكان بالضبط؟ تحدد المكان سبيسيفيك بالضبط وين موجود شيست بين، وين في الشيست؟ رايت سايد شيست بين، ليفت سايد ولا ليترو ستينا شيست بين؟ تحدد. والراديشن وين؟ ليفت شولدر، على الباك، انترسكابيولر، كل اي مكان بالضبط ده يكون سبيسيفيك فيه. لانه يا جماعه بيختلف الالم من مكان لمكان، حتى في الراديشن يختلف. لما انا اقول راديشن لكذا، الانرفيشن تبعه وين راح الالم مع النيرف سبلاي حيدلني على مرض ثاني. السيفيريتي، السيفيريتي بشكل عام قياسها شويه عليه خلل. ليش؟ لان هي عباره عن كواليتيتيف نوت كوانتيتيف. يعني اوصف الالم مايلد مودريت سيفير. طب شو معيار المايلد؟ شو معيار المودريت؟ شو معيار السيفير؟ هذا بتعمل لي شوية يعني في عليها ديبيت، في عليها خلاف، لأنه ممكن كل واحد فينا يقدرها بمزاجه. فأوجد سكيل بشكل سريع هيك من 0 ل 10، أعطي نفسك قديش سكيل. فقالوا من 0 ل 3 مايلد، من 4 ل 7 مودريت، من 8 ل 10 سيفير،
لكن الإشكالية وين؟ لما أنت تكون في مكان ويكون الشخص مش قادر يحدد طبيعة الألم قديش، خاصة لما يكون كونشس، يعني كان شخص كونشس وكان مش مثقف عشان يحدد لك قديش الألم من 0 ل 10، راح ضرب لك رقم 8 يقول لك ولا 9، ويطلع كل ألم على بعضه 4، فمش عارف يعني إيش 8 وإيش 9. فبالتالي مضطر نستخدم الفيشل اكسبريشن تاع العيان حتى نحدد قديش الألم الموجود. التي تايم بهمني، التايم فيه ثلاث شغلات. بهمني أتعرف على الأونست أوف ذا بين، يعني متى بدأ الألم اللي حكيناها أول واحدة فوق. أتعرف على الديوريشن أوف ذا بين، قديش مدة الأتاك قاعدة مع العيان. آخر حاجة أتعرف على الفريكونسي أوف بين، كل قديش بيجيك الحاجة الألم. كان والله بكبس هو بيجيني مرة في اليوم، اليوم بيجيني 5 مرات 6 مرات في اليوم الواحد. الديوريشن كان قبل 5 دقائق، اليوم بيقعد نص ساعة أو تلت ساعة. يبقى العيان في حالة سيريس أكثر صارت. ضروري كل الكلام هذا اورينتد احنا فيه عشان البين لن يخلو منه قسم الاي سي يو. واضح؟ انا تقريبا عملت مقدمه سريعه هيك للكريتيكال كير، حننقل ان شاء الله لموضوع سريع. زي ما حكيت كل نهايه محاضرات اللي مثلا في باوربوينت معين حتلاقيه في الاخر، بشكركم وبكتب شو المحاضره الجايه حتكون، يعني عشان مثلا حنشوف الان هي اي قدامنا. ثانك يو فور اول، ونيكست ليكتشر از اي بي جي انتربريتيشن اند اسيد بيس بالانس. كل محاضره زي هيك، يعني هتلاقيني في نهاية كل محاضرة، المحاضرة اللي بعديها هتكون كذا. فإن شاء الله الآن هتكون عندنا محاضرة مطولة شوية، هنتكلم فيها عن الإي بي جي انتربريتيشن، كيف نحلل الإي بي جي، كيف نقرأ الإي بي جي، شو هي الإي بي جي، وبعدين هنتعرف على الأسيد بيز بالانس اللي يتركب على الإي سي جي، يعني على الإي بي جي. هنتعرف على الشيء اللي من خلاله بنتعرف على الأسيد بيز بالانس أند إمبالانس. ختام المحاضرة، بأتمنى لكم التوفيق وبارك الله فيكم جميعا. ان شاء الله تكون المحاضره يعني خفيفه ولطيفه عليكم، والمحاضرات الجايه حتكون نفس الكلام، يعني محاضرات سهله مش حنصعبها عليكم على الاخر. اهم شيء يكون في استمراريه في الدراسه، يعني ما اقول محاضره سهله يكون على بعضها 10 دقائق خلاص بحطها على جنب، لا تكون في استمراريه في الدراسه. هذا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.